يا جماعة معاكم فيستيفال افريقي بنوت معايا ممنوعات ممنوعات يا صاحبي مش هقول لك ب 100 ولا ب 200 ولا ب 50 جنيه هقول لك ب 600 جنيه واللي مش عاجبه يشد في حواسه تعالي 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 يا حبيبتي على مهلي على مهلي يا عيني المكان كله محاصر نهار اسود الموضوع بقى واقع مني خرجوا من البنك كلكم بدل ما نصاحب عليكم البنك وحد فيكم يتاذي مري يا سنه سوح اسمها يا سنه سوخي عايزين نتخضوا صح هو ده وقته يا تافه انا لازم اكلم البروف سيبك من البروف كلم لنا محامي هنروحه في داهيه انت قاطع الليمت ليمت ايه العم ايه الحقوني الحقوني لا هات عليك تعالي نسمع انت كتبت عمر جديد جننتني يا تقاطع جننتني نص ساعة ببوس في يدها وفي الاخر بقول لها اقلع الماسك هات بشيل الماسك لقيته عم حيدر بتاع الامن سايب نفسه ليك نص ساعة مش بخاطره انا كنت مرفعه بالسلاح طب انت ما لفتش نظرك تكوين كف ايده الحب اعمى يا تقاطع الحب اعمى والله اهدى يا جماعة حد يجيب له كاكاو اهدى انت محتاج نسكويك يحتويك هو انت الحبوب اللي طلعت لك دي طلعت لك امتى حبوب ايه حبوب ايه ده وقته خليهم يقلعوا الماسكات غير الخطه احب على يدك لا انا مش عم حاضر بقول لك ايه امسكوا كوبري زينهم كوبري زينهم ايه بقول لك سبل انا لازم اتكلم بالبروف الحب واعر في ايه حب ايه ده هنجيب لك عم حاضر كلبات وتلبس نص كمل بقول لك ايه ما تسحنيش معاك في حاجات غريبه هروح اجيب انا المفتاح من تراب الغفير اهم حاجه الثبات الانفعالي والثبات على المبدا يا ابني ايه في ايه يا مين اللي ماتت ماما الاستاذ سيف ماتت بس وطي صوتك لان اخوها بقى عنده مشكله بعيد عنك عنده حاله لا. انت بتقول ايه؟ اتصرف يا حيوان بتقول ايه؟ اتصرف اطمن انا هديه ما هو ليك في صفاحة السيدات اهدى اهدى في احد كمل ده بيزي ده بيزي لا ما هي دي مشاعر ادبيه ست حلوه كمل ست كل ما ده اه ست كمل